سلام. السلام عليكم. مرحبا بك. اهلا بك سي جعفر. زرتنا البركه. عايش خويا. سي رؤوف. نعم. اهلا وسهلا. اهلا بك اهلا بك. منين جيتنا سي رؤوف؟ من نابل. من نابل؟ منين من نابل؟ نابل نابل. نابل نابل؟ اي ان شاء الله. نابل نابل. كنت في تونس و امامي تو في نابل حاليا. انت اصيل نابل؟ اصيل ولايه الكاف. اصيل ولايه الكاف، مرحبا بك. بك عاش. قول لك رؤوف ولا روفه؟ كيما تحب. ماذا بيا عبد الرؤوف خير. عبد الرؤوف. دخلنا تو في التريب الابتهالات والتجلي. لا عبد الرؤوف خير. عبد الرؤوف خير. اوكي. به. السيد عبد الرؤوف. تفضل يا اخويا. تتفرج شي البرنامج؟ بالطبيعة. به. حسب رايك. كل انسان عنده حكايك من داخل. احساس. احساس. برافو. شكون مستدعيك؟ والله شكيت في حاجتين. ولاد عمتي في فرنسا وقتها هي توفت في كورونا الله يرحمها، وهم يحبوني برشا وانا متوحشهم برشا زاده. ان شاء الله ربي يرحمها. لا دوزيام شوز مرتي. والله دوزيام شوز. علاش دوزيام شوز؟ خاطر مرا معناها مانيش فاهم انا وياها، وكل واحد على روحه. هي قالت لي كل واحد على روحه، قلت لها في لمين في لمين. شوف شكون استدعاك السيد عبد الرؤوف. مرحبا. مرتي. مرتك. عبد الرؤوف. عبد الرؤوف وخي. مرا وخيتنا. بتبيع. بسم الله ما شاء الله يا وخي. اي تفضل. عبد الرؤوف وخي. راهو جيانك وجيانها مش مطلع. ما ثماش كوبل ما عندوش مشكلة. ولا مشاكل. اي. واللي يقول لك عكس الكلام هذايا راهو يكذب. صحيح. الكل عندنا مشاكل، انا عندي مشاكل عبد الرؤوف وخي. ممكن مشاكلي اكبر من مشاكلك. ما فماش بشر ممكن اللي عشت وانا سي جعفر سامحني عايش خويا. اي علاش اسمعني راهو قلب معبي. كلمتين. جيت باش نقولها كلمتين ونمشي على روحي. خزر. لطف عليك خويا. قهر الراجل الصعيب. فهمت؟ قهر الراجل صعيب. ما نتكلمش. كان مش تبدا تحكي وتمول وتمول راني ما نحكي كان الواقع. به. واضح خويا. تفضل اسالني نجاوب. به. واضح خويا عبد الرؤوف. القلب يعلم به كان ربي. كان انت قلت انا مرمد بلي عمري 5 سنين. واضح ما تحمل مسؤوليه ماهيش مسؤوليتي ملي انا صغير. معناها ما عنديش ما نحكي اكثر من شيء. شنو من 5 سنين؟ من دارنا، من خواتي، من هي، من الدنيا، من الخدمه، من العبيد، من كلماتهم. مش تحب بعنا الساشيات، خدمنا في السواني، تمرمدنا، طاحت بينا، قمنا، حبينا ناس، الناس اللي تحب ويكرهك كيش تحب. فما ناس يا جعفر، فما ناس، اسمعني، فما عبيد. فم عباد تروف على اللي تعطيها الكفوف، وفم عباد تحب تفتن وتاكل الحم الجوف، وفم عباد ما تعرفكش تحس بيك وترحمك وتعطيك وتحلك من مشاريع، وانت ما عندكش كان ربي والرحمن وقل الظروف. هذه الكلمة اللي نقول فيها. فم ناس ما تعرفهاش حلتك باب دارها سي جعفر. وقت لي فيك 6 شهور انا في كردونه، وقت لي انت جيتني جيت المسرح في نابل لوطه في التيران تعدي انا تحتك لوطه بيت على كردونه 6 شهور. 6 شهور نكلم فيها ونعاود. حبوبتي يرحم والدي جيبي الصغار خذي تاكسي يجي شوف. صحيح. يجي شوفني وين مبيت نقول لها اسمعني يجي وين مبيت او اسمعني سي جعفر. مش تعرف التيران وتعرف مدير نتاع التيران. عندي شو. صحيح ولا تنجم تتصل بالعساسة غاديكا. تنجم تتصل كلمتها بالتاكسي نقول لها حبوبتي براس سميمتك تخدم من وتيل من بلاصة لبلاصة من عارف شنين ربي عينك انت وخدمتك وربي مع دارك ومع ريتي انت الانسانة الوحيدة. انت لو كان انت نعرف توقفني وتدخلني للجنة. انا نخدم انا نخدم عجل ولدي لم حتى لبلاصة. كل انسان كل اختي لحظة اختي كل لحظة انسان. اسمع لي الانسان اللي يقول لك راني ما غلطتش في الدنيا كذاب.
الانسان اللي ما غلطش في الدنيا كذاب. غلطت انت. انا غلطت وغلطات ومنستعرف نستعرف باغلاطي. صحيح. شربت، فسدت، شديت فلوس، حنيت يدي منقوبه سي جعفر، يدي منقوبه هي تعرف اللي انا حنين. انا وقت اللي نعاون في العباد نخدم وزوالي ونعاون في العباد يدخل ما تعاونش يقول لا دبر على روحك اي تعرف. شو صحيح خويا جعفر؟ وحلفها بكتاب. لحظه، اما انت تعاون العباد ويدك. لا 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 عاد خلينا نتكلم معاك. تعاون في العباد. لحظه اختي، الاقربون اولى بالمعروف. فهمتنيش مرد؟ خلينا نكمل. باش نتكلم انا توا عاد كلمه بكلمه عايش خويا، خاطر توا انت خويا طلعت بركان انت. تفضل سي جعفر. ليه؟ انا وانتي لا لا انا باش نتكلم اختي، تسامحني بعد اذنك انا باش نتكلم توا. لا لا باش نعطيك الفرصه تتكلم مدام، باش نعطيك الفرصه تتكلم. انا ما نعاون حد الا ما مالي الدار تتززة. تحمد ربي تشكر عايش. تحمد ربي تشكر. اسمعني خويا كيفاش نعمل ربي نشكر؟ لا باش نكمل انا هكا. كيفاش نعمل ربي نشكر؟ نعمل ربي نشكر. اسمعني اختي، انا نززي مرتي وصغاري قبل الناس. زازي تحمد ربي تشكر. تاكل تلبس شيربه شيخ. انا نقول لك انا ما نزيدش. انا ناكل البريود اللي تعبت. انت تعرف علي انا ناكل نشرب انا وليدك. كنت في بلاصه ما بين صغيراتي. فما اسمعني مع احترامي ليك. في بالك في بالك اللي عنده فقر الدم وفي بالك. لحظه كوثر. لحظه اختي عاد لحظه. شاطر الكلمه والله. لحظه نقطه مهمه من فضلك الحين على جنب. كل راجل تتعدى بكرهبتك تلقاه بيت في الجرد في الجرد عنده صغار وبيت البرة راهو من مرته. ثاني حاجة ما فماش. لا 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 سكران بالعو ميت راه من مرته. مش اي انسان يصلي فهمني ولا ويتوب لربي وكذا راه من مرته. مش كل شيء على مرته، مش كل شيء زاد على الراجل. مش كل مراه فهمني ولا تسهر للصباح راه من راجلها ولا مراه. لا لا كل واحد مسؤول على روحه على نفسه. باهي خويا عبد الرؤوف، انت كي عملت ديبرسيون انت غبت على مراه هذه وكريت في بلاصه اخرى. ما كريتش. ما سكنتش مع شكون؟ شكون نحكوا تو سي جعفر؟ ما سكنتش مع شكون واحد اخر؟ شكون؟ ما سكنتش مع حتى حد في حياتك؟ يا ودي انا قلت لك تعرف صحابي شكون؟ شياب كانوا، شياب شياب. ما كريتش مع مراه؟ مستحيل. ويني المراه وما مراه تحكي عليها سي جعفر؟ مستحيل. عندي عندي ما يثبت. برا امشي. عندي جيراني، عندي جيراني تثبت على كل شيء. عندي البلاصه اللي انا نكري فيها. برا امشي، برا امشي، جيب لي هالسيده هذه. هالسيده خويا جعفر حطوا لي قدامي وبرا. خويا جعفر انا عندي جيراني تشهد على كل حاجه. في الحومه وما مراه. الانسان هذا يعيش معايا ولا لا؟ اسال مولا الدار، قل له ولا الدار تحكي عليها هي، قول لها ترى اسكو انا فما مراه ولا ما فما. دي عارفك؟ باه نسمع. اي واحد في الشارع خويا جعفر عيط له بابا. ما يعرفوش السيد هذا اللي هو ابوه. انا ولدي، انا ولدي عنده فقر الدم قله الماكله. انا تعبت عليهم ما وصلتش باش نوكلهم خويا جعفر. مع ولادك تو موجود؟ ودي انا ما بين تو ما لقيتش باش. الجمعه اللي فاتت تبعث لك 150 دينار جبتها لك بالتاكسي. انت بعثت لي؟ انت بعثت لي؟ انت بعثت لي؟ لحظه ما الله ونعمل فيك وكيل. لا حول لك. احلف احلف بكتاب الستين ما جيتكش بالتاكسي اعطيتك 150 دينار. لا لا اله الا الله. عندي جيراني وعندي كل شيء. لا اله الا الله. لا 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 احبس غادي. مدام غادي احبس غادي. يرحم والديك. شد فرام يرحم والديك. باهي سي عبد الرؤوف شد فرام دوري كود فولون يرحم والديك. أنا نبهت عليك يا عجبكش. مش نكذب. ستة شهر ما عطيتكش كان ستة شهر ما عطيتهاش أربعة شهر الأوائل ما ضقتش حتى فرانك. آمين. شهرين الأوائل نتاع القراية ما ديت له سي جعفر بشكل آمين. وأنا متمرمزة خويا جعفر حتى مثلت ذبحت كوثر عاد. كان ربي سبحانه ربي حاسبني. باهي خويا وصلت لها بيمين الله وجيب ولدي وقول له بابا اعطاك 150 دينار ولا لا وما تنساش راني شديتها على علاقه سي جعفر. واضح ميساجات بعيني راهو بشكل زود التراب. خوها هزت هربت بتبش. اوبا الله ونعمل فيك وكيل. لحظه كلمه حق. صليوا على النبي. صليوا على النبي اختي. يا سي عبد الرؤوف صليوا على النبي خويا عليه الصلاه والسلام. صليوا على النبي اختي. انت جبتي 3 ليت هاني حتى انا نجبد لك 3 ليت. انت طلعت لي بالفارغ انا بالمليان. 3 ليت لحظه يا سي عبد الرؤوف اسمعني. لحظه لا مش نقول كلمه. لا والله والله لا ما نتكلم انا تو. العباد الكل تعرف. لا لحظه مدام مدام مدام
اللي باش تتكلم توا ولا يتكلم باش تقصوا البرنامج. عبد الرو تسمعني خويا؟ تفضل خويا. ما نكذبش وكهو. واضح برا احكي على روحك. باهي خويا عبد الرو. سير ربي معك. باهي. تفضل. قداش عندك غايب على دارك؟ قلت لك 6 اشهر. اجابه كهو. باهي سامح كهو سي بون هذه الاجابه الحق. ما نكذبش فما فما. باهي 6 اشهر. السؤال جاوب برس امك. قلت لي عندك 6 شهور غايب على دارك. باهي علاش غايب على دارك عبد الرؤوف؟ سكرت علي الباب طردتني من الدار. باهي انا باهي رجعت للدار افهمني رجعت للدار ولدي تصور نتشحت ونبكي نتشحت عايش روحي رم وليداتنا رو كذا تعرف السي جعفر هذيك حلت فيها عيني هذيك كانت نورتي هذيك ميمتي هذيك اختي هذيك صب عبد الرؤوف عبد الرؤوف لا عبد الرؤوف لا تفضل ثم نقطة مهمة باهي تفضل نعاونك شوية مثال يزيك ما حكيت بار. قلبي معبي خنفرو عبد الرؤوف ثم نقطة مهمة مهمة ياسر تفضل كي سألناها عليك أي. انت عملت ضربات ضربات شنو؟ رؤوف رؤوف بندير زكرة شنية بندير زكرة رؤوف ثم ضربات شنية الضربات احكيهم ما نحشمش انا شبيك يا رؤوف هودي احكي لي يا رؤوف قلت لي الضربات انت كي كنت متزوج وكذا وثم ثم الجفاء بالعربية تسمى الجفاء اي الحب مشات تشتت الجفاء اي انت عملت ضربات هك ضربات ضربات اي كيفاش عملت ضربات معناتها دخلت في علاقات اسمعني انا قلت لك راني ما نكذبش يا ودي نسيت باش نفهمك تحب نجاوبك على سؤالك تفضل ضربات والله ما نحكي معاك انا علاش جايك راهو جايك باش احكي كوريكت اي جو با في لي زيكزاك اسمعني عايش خويا يرحم جو بارلو كات لونغ نحكي اربع لغات سامحني اسمعني طيحت واحده ايطاليانيه شنو هي؟ طيحت واحده ايطاليانيه سكيت طيحت واحده ايطاليانيه اي ومليارديره زاد لابس عليها فهمت؟ قسما بالله معناتها انت قسما بالله سي جعفر اسمعني لحظه اختي كوثر لحظه باش تتكلم اي قسما بالله ملياردير تخدم سنه تخدم دكتوراه بوليتيك انترناسيونو في ايطاليا والله وهي اصلها لبس عليهم معناها تعمل في ربي يزيدهم 45 ربي يزيدهم اما شوف انا مشيت هذه رؤوف كمل بحكم صاحبي بيير فهمني بحكم صاحبي بيير قال لي شوف انت شو بيير شمعت ألان بيير نيروز تعرفه ها ألان بيير نيروز من باريس هذا صح كيف سيد كيما انت صاحبي كيما السيد هذاك هو صاحبته كيما العباد الكل مخلق ربع خاطر كنت في التوريزم اي باه فهمت صح بحكم ثقه ومتولي له بدار وهي جنينه وكذا تعرف الشيء هذا فهمتني انا نعرف اللي انت تكلم فيه قدامها بكار تشكري مع واحده انا تفهمني انت تخدم كوثر باش نعطيك الكلمه خلينا نكملوا وصلنا لبيير تو هاي قال زعما باش نحل ريستورون كل من شيء باش الترافيك يموري منها باش نخدم على روح كل شيء يعطيك الصح فهمتني قسما بالله العظيم ورسم ميمتي لنزيد على اخوي حضرت لي شيك فيه 200 مليون شكون هي حضرت لي شيك فيه 200 مليون عبد الرؤوف ما تقوليش انت قلت لي يا ودي ملاه نتاعك الجنه كانت باش تحل في وجهها يا معلم ها قسما بالله ربك والمعبود نتيحوا بالعيد هبطنا ندور وكلمتني قالت لي صبيت الشيك قلت لها راني صبيته على اساس نتاع 40 تويتر فهمتني مش حل بيهم كونت شافتني معاها ندور عادي في السيتي طريق البحر بعد ابنك هز ولا هز بجرب يهز نورمال رو ويا اهلا بيك الحمد لله هاني انا في البرنامج عندي ما نقول لك صفي قلبك اسمع صفي قلبك ولا عندي انا نجي مانيش عارف على وراي وش في عندي ما نقول لك ولا صفي قلبك تو نكلمك من بعد يا سيف هاي باي باي فهمت شكون خويا مو انا في تونس وين وصلنا خويا الكريم سكرته قلت لك عاد سيدي التليفون سكرته والله بالرسم والله الحياة اه ها مكسر ما عند رب اسمع تفهم فيا خويا الغالي وبالرغم راني نضحك ديما نضحك وزاويني الناس كلها تحب والله كانت وقتك في نابل بجاي حبيب رسول الله صلى على امك قبل مماتها واخر مماتها والله يرحمها وينعمها الله يرحم الام ربي راني عندي كتبت كلمات بميساج نحب نعطيهم في اخر الحلقه والله يبارك فيك كل انسان مظلوم وكله خايم يتيم فهمت خويا تلهي لي بهذه انا مش تولها بها هاي انا متولها بها وبيك الكل
خويا جعفر والله ما احلاك. لا لا والله انت بحليه مهف وسنقور وتلقائي تلقائي عندك حاجه. جو سوي تري كونتون مسيو. شنو؟ جو سوي تري كونتون. جو سوي تري كونتون؟ اي نو اوسي. فوالا. اوكي لحظه برك. لا هذه اختي الصغيره. وانا بنتي الصغيره. سكيت. خويا جعفر هذيك بنتي قبل اختي. كلمتيني ريت جعفر. ريت هذيك اختي وبنتي وامي وصاحبي والدنيا كلها. اي عاد اي عاد اي عاد. ورحمة أمك ورحمة أمك وراس حنينتي وحشين أمي. يا كان تفرقنا الأيام هي تفرقتنا الأيام. لا. تبقى أم ولادي وتشرفني وتعرفني مهما يكون. لا. بالرغم ذرتني مع العباد. أنت ضرتك وأنت ضريتها. لحظة طب لا 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 ما تكنيش بكلام. لا 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 باش نتكلم أنا تو خويا نجي على مرتي وعشرة سنين خويا جعفر. لحظة لا باش ندخل نحكي باش تعطيك اللي كنت تتكلم. لا 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 لحظة 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 بربي لحظة نجي لمرتي وكذا ونتهمها بميساجات. خلينا نفسر لك حاجة راهو عمل حاجة شبيك هذيك راني قريته الميساج بعيني يعني باش كلها دود. لحظة لحظة بالك بالك يا خويا بالك لحظة يا عبد الرو حتى أنا ما في باليش. لا بالك مثلا الميساج غلط بالك كذا كيما أنت زادة تعطيك الأعذار. الميساج أختي لحظة أخوي أختي مش صحيح أخوي الميساج قريته تعرف قاعد يحكي فيه مش صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون والمواطنات. شو كيفاش أنت ما تعرفوش بن علي أنت ما تعرفوش الإنسان هذا يا خويا جعفر. يا اسمعني يا رو شبيك أنت يا رو بالرسمي أنت ما تعرفوش الإنسان هذا. لا تفضل نسمعها بربي. خويا جعفر أنا ولادي ضايعين أنا ولادي ولدي نصبت له في المقارونة البيضة اللي ياكل فيها ولدي نحط له في الماء والسكر يشرب فيه يا خويا جعفر. ماء وسكر اقسم برب العزه وعندي جيراني عندي عرفاتي كلهم يشهدوا على هذا. رؤوف رؤوف ايش انا اقفل الاولاد انا يتيمه من ام انا امي كانت ليا بي انت مع على اولادك ولا رسول الله مع على اولادك وحبيب رسول الله. اي بشر نسمعوا يقول راني نوكل لولادي في الماء وحليب في الكسكسي بالسكر والله الا ما كذاب. وقتنا تو يهربوا عن وسط الراس وقت الرحمه يا رحمه يا ودي ارحمه من انت يا رؤوف. صلي على محمد الله صلي على رؤوف. رؤوف تساهل الجمله اقفل اولادك. اي ولدي خويا جعفر لحظه عطيني غادي نجي برا نحي البيس برا نحي البيس حطها في تليفونك تلقاها عندها وصله من دمينوت ب 100 دينار بعث لها الاربعة نتاع الصباح كيما نقولوا اليوم العشيه بعثتها الاربعة نتاع الصباح قمت نصلي الفجر بعثت لها الميساج وكي تقول لي على الفلوس نقول لها هات نبعث لك هات نبعث قالت لي بطاقتي ضايعه كي بعثت لها الماند على طريق البوسطه انت انا قلت لك خلي الاوراق ولا تعال انا قلت لك هكا خويا رؤوف لحظه صلي انا واضحه المسألة انت شنو مطلوب من سي رؤوف؟ لا انا مطلوب لحظه خويا مطلوب باه يا استاذ سي باه تصليش على محمد اخر كلمه يرحم والديك واحكي على روحك برحمه امك ما عزيز عليك برحمه امك والله هذا ماهوش علينا على ولاده الجمله باه لحظه خويا رؤوف لحظه شكون ياكل حق ستوب ستوب شكون صوب خويا رؤوف ولادك يلزمك تنفق عليهم. ودي انا راه شوف لا لا هو سؤال جواب يلزمك تنفق على اولادك واضح؟ فهم خويا لحظه خويا جعفر قال لي بري مدي يدك للطلبه. انا مانيش باش ننفق على اولادك حبك لله ومانيش باش نعمل حتى شيء بري امشي تحت الجامعه مدي يدك للطلبه. بحبك الربي راهو بحبك لله اقسم بالله ورحمه امي في قبرها والله يا سي جعفر اقسم بالله ربي ورس الغالي وايات الله ومصحف الى فم والله ربي هذه باهي شنو هو نعملوا توا عندي جيراني مدام تنسيني من جيراني مدام توا راهو راجلك مدام سد هاو جيراني هاو لحظه ولادك لحظه نمنعوا الاولاد فهمنا اللي توا انتم هذه مكتوب ربي لحظه مدام مكتوب ربي تحبي على اولادك بس علي انا خويا الغالي خويا شنو نعملوا نخدم في المرمى خزر لي خويا شنو نعملوا خزر لي خويا خزر لي هي. عندي شلل في الاعصاب لح على فكره باتيت سي عيني هذه مضروره فيها الماء فهمت كان ريق راهو شوف راهو مش جمال من الله وكلمه راهو هذيك هي حاجه من عند رب شنو نعمل الحمد لله قليب افهمني خويا شنو نعملوا رؤوف لحظه خلينا نفهم خويا انا
بالنسبه لي الطمعه كان في الله عز وجل، كلنا طمع في الله يرحم والديك. انا بالنسبه لي راني نخدم مره نهار، وتعرف سيدي جال مرمه نهار تخدم نهار لا، قلت لها راني نخدم في المرمه، خدمت جمعه قلت لها انا بعثك 100 دينار 80 دينار لي راني لبرا، قالت لي لا وما عنديش ما عنديش، هزيت لها 150 دينار اعطيتهم لها. اسمعني خويا راك لابس كلمه لا 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 خويا لحظه مدام مدام لحظه. شوف خويا روف اخوي، شوف اولا من الساعه يلزمك تخدم على اولادك، معناتها مش اعطيني ترى الخدمه، شنو اعطيني الخدمه؟ وين الخدمه؟ في نابل؟ علاش عرست؟ اعطيني في فما بلاصه اسمها الموقف في نابل. إيه؟ تخدم تبقى تنشف الذبان، تبقى كيك تعمل كيك تنشف الذبان. لحظه باش نتكلم انا تو، هذه المنطقه نتاع المؤامره رؤوف خويا. مش مؤامره، مش مؤامره. رؤوف تسمعني خويا ما نسمعتك انت. اما واحد يبيت الجنينه خاطر مرته، ثم واحد ما دبرش خدمه خاطر ثم شكون قاعد يخدم في بلاصته، رؤوف عندك وليدات كي يبدا عندي نعطيهم سي جعفر، فما بو يخلي ولاده للشر. اسمعيش لا لا سي جعفر يرحم والديك. امين كاملين، انا نجري ونجري وحدي. خليني نتكلم، تعبت انا ما عندي لا حد لا جهد ولا قوه. 200 دينار مشات نحاتهم. مسؤول انت قدام ربي على ولادك، هذه خويا يا جعفر نزيد اخذ في شهريتي نلقى روحي مساله عند عروفاتي. اقسم برب العزه جيت ناخذ في شهريتي نلقى تعب مني 200 دينار. باه انت انت طلب الطلب نتاعك باه الطلب نتاعك شنو؟ اون فان دو كونت شنو تحب؟ طلب نتاعي تقوم بولادك. قوم بولادي باه، قوم بولادك باه، ولدك ولدك مرض، ولدك نفسيته تعب، ولدك عينيه حوله على خويا عارف. مدام ان شاء الله ربي سمعني بالنسبه لك انت قيم بولادك تفضل اخزر لي. اسمعني سي جعفر، انا كانت عندي رخصه يرحم والديه السيد المعتمد نتاع ولايه نابل الله يرحم والديه وسيد رئيس بلدي، مشيت عملت مطلب في خاطر بحكم عندي بطاقه اعاقه فهمت، مشيت قدمت مطلب لرئيس البلديه اعطتني رخصه، رخصه يرحم والديه. شنو هو الرخصه؟ نتاع خضره ولا واحد فهمت؟ خضره ولا واحد؟ شنو واحد؟ خضره نصبه باه فهمت، قول اجيك لحظه التو قسما بالله في المرشي التوا مسكره. شنو المسكره؟ البلاصه مسكره. ما عندكش باش تعمرها؟ ما عندي، اسمعني ما عندي، تعرف انا الانسان اللي كون جا عندي اون فان دو كونت، لا اني لا بفلوس ولا بدي ماكسويت ولا ريت كروسه، ريتها كروسه ما نستعارش به، وموتور ولا بسكليت وكروسه، نلملم في النهار نحط الخضره ندور من حومه لحومه نبيع فلوسه اخويا، وفي الليل نلملم بلاستيك يا معلم، كلها للبنات على روحي. ستوب فلوسه كلها للبنات سيد هذا. ستوب مدام ستوب، نحكي بالانجلي تحب ستوب، حب نخدم على روحي سي جعفر، راهو القلب مترشق ما يعلم بيك ربي سبحانه. باهي اغزل ما تريش قولها السبادري نتاع شكون، وكل واحد جايب انا لك انا انا كان توا واقفه على سقايا راهو على جال ولادي. اي توا ولادي ياسر نعيطوا ياسر، مدام مدام نعيطوا ياسر زاد لحظه برك ياسر عياط، وما منيش نجيب هذا الكل تعاني يا ودي. لحظه عاد لحظه روف، أو عندي حل انا اخوي، عندي حل اخوي. انت عندك رخصه؟ عندي رخصه. عندك رخصه؟ مستعد تخدم على اولادك؟ بالطبيعه تعرفني خدام. ما تكونش تكلم معاهم كلمتين رؤوف. اسئله قولها نخدم ولا ما نخدمش؟ خدام هو ولا؟ كاوثرش خدام. ها؟ ماهوش خدام. وحتى كان يخدم الفلوس كلها يمشي فيها على حكايات ما تعنيش خويا. والله يا سي جعفر قسما حتى كان يخدم الفلوس نعطيه فرصة، نعطيه فرصة ونعسوا. شكرا انا الانسان برمشي نعطيك ثلاث بلايص. لحظة نشوف. تو ما رمضان هو لحظة لحظة لحظة. سيب باش نقفلوا البرنامج. باش نعطيه فرصة. أنا ما أنا الإنسان فرصة مش معاك أنت، تسمعني يا أختي عمرها ما صارت لي هناك، مش فرصة معاك أنت. فرصة أختي لحظة باش نعطيه. لحظة خويا عبد الرؤوف، إحنا توا أنت عندك الرخصة اللي ثم ناس ما عندهاش. إحنا توا نعملوا نداء، شكون يعمر لك النصبة؟ يعمر لك النصبة يا ودي يا سي جعفر. أنا الله يرحم شوف نشكر له خيان واهل الرحمه، هي فم اهل الرحمه وربي يبارك لهم وربي يسر امرهم وربي يبلغ مقصود كل انسان طلب الخير في حياته ان شاء الله. أيه. وربي ان شاء الله يجراها على صلاح كما كنت تقول انت خويا الغالي. أيه. انا بالنسبه لي ريتها كروسه وموتور. أيه. شويه خضره راني نمشي نسرح نخدم على روحي، وتابعني وشوف انا شنيه بالضبط. باهي وصل. احنا تو نتوكلوا على ربي، انت الساعه تخدم باش تنجم تصرف على صغارك. تخدم مش لازم ترجعوا لبعض. تي لحظة عاد خويا روف، خويا لو كان ثم أمل أمل أنه تفسخوا الديسك دور اللي تعدى الخايب الكل بيناتكم الصغار، خلينا نكمل كمان الجملتين. رجعت تبقى سي جعفر، كان هي باش ترجع أنا حتى أنا مانيش راجع تعرف علاش.
ما كنتش ارجعوا يا قلت لك الاولاد بيناتكم خويا رؤوف نسمع خويا تو انت زاد تعرضها في الشارع وتسبها مثلا وتهينها لا هي قالت لا ما عرضتني وتعرض لها ما سبتنيش اسمع انت تعرف انت وقت اللي باش يغسلوك لا لا تبعد الشر تبعد الشر نار اللي باش تتمدي كنا قدام ربي الله يستر عندي عربي لا كنا قدام ربي باش تحاسب وعباد وروس وخياني اسمعني راه ولا حاسبني يا سي جعفر لا انت لا شكون مش حاسب انت تعرف انت تعرف باش نقولها لك كلمه عباره ما فهم حد لا 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 لا, لا. عباره تو ما فهم حد عباره في الدار في طاوله واحد هذا خايب التنفيذ ريتي انت ريتي انت ريتي انت باش توصلي هكا بالزيادات نتاعك وتاكلي حق العباد ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي اما روح حسابك عند ربي عسيرك توصل هذا بلا بلا سامحني سامحني عاشق انا نضمن راه سامح كان بشري اعتمد هكا راهو سامح خويا خويا الدنيا وكلها عبد الرؤوف عبد الرؤوف ما توصليش عبد الرؤوف وعدك راكي ما توصليش عبد الرؤوف لك في صغارك ردي بالك عبد الرؤوف ردي بالك من حقك اليوم صغارك لا اليوم صغارك كيفاش تاك الحق اليوم صغارك كيفاش تدي على صغارك انت لا لا روف عايش خويا عايش خويا حق ما... لا حقي ولا حق اي بشر اسمعني ما... شوف سي جعفر سامحني اسمعني عايش خويا كلمه ايه. طيبه مزيانه اسمعني ايه. اسمعني ايه. الله يرحم والديك بيه. افهم حاول نفهم ادعي بالهدايا سي جعفر بالله صبرك بالقمع يرحم الله والديك راني نحب ونموت عليك عايش خويا افهمني اخر كلمه ما عادش تكلم الشيخ فيها خل تحكي باهي اسمع ريتي ريتي ما انا ما ريتي حتى كي نعطيك كبده لولادي والله ما عندي حتى مزي والله العظيم لو كان ولدي اش خلى دي يعرف ايش خلى دي نادي العباد اخرى ولدي ولدي من سبيطار لسبيطار انا وياك ولدي وصلت ندق عليه في الجيران ونلم بالعشره بالعشرين باش عملت ولدي عملي في زوز ملايين عند الدكتور حسبي الله ونعمل فيك وكيل يا فهمتني حسبي الله ونعمل فيك وكيل فهمت وهي راكدة تاكل وتشرب وهي راكدة تاكل وتشرب وانا نمشي نمركي نهاري في المرمى ونتعدى للجيران وراس خواتي طبطب ونقول باش تحز جويبل على جيراني يرحم وديهم ونحييهم ربي يبارك لهم الكل خويا عبد الرؤوف هاي سيدي باش ما نطولوش تصفيق عليهم يا رب بالرسمي ناس وقفت معايا وتحبني باهي باهي اسمعوني انت تحبوا ينفق على اولاده مبكيتش عليك ينفق على ولادي خويا جعفر انا توا ما عنديش اصل محل وين نسكن أيه انا ولادي الله يبارك نعطيك فلوس انا ضايعه توا عندي طبعا انا ضايعه بالرسمي راني ضايعه يا خويا جعفر انا ولادي ضايعين به لطف عليك اختي لطف عليك توا المراه هذه تعيش في ماساه الحقيقه راهو انا متنزي عليا واحده قاعده مسكرتني في دارها اقسم بالله مش انت احنا رجال شهرين قالت لي ما تغلزيش ولا كذا بيتو في الشارع نورمال تمرد نورمال بس شكر يا حم عند عمك الهادي اي عمي الهادي قال لي شهرين ما تخلصيش ولا كري شهرين ما اي قول لي اي بري كيري ما تقولش مراه ما قلت باش نخلص اكري عندها تو نخلصت لك الكريم ريق به 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 اخذ من السكون بيت انا في الشوانت سي جعفر مش بعيد اجهزني تو بكربت تلقاني وين نبيت هنا في تونس هاني جيت مع مخالف باش نخدم معاه المرمى اربع ايام ان شاء الله ربي يجيبك اربع ايام ان شاء الله ربي يجيبك في الصواب وحط البيستو تلقاني امبارح ان شاء الله ربي يجيبك في الصواب اخدم وربي يجيبك في الصواب باهي قال لك تو نكري لك المده هذه الكل باهي الخدمه نشوف شكون يعمر لك النص برد ريتو في البرد سي جعفر قصر موضوع برحمه يا جعفر حتى راهو رحمه الام ريت قصها من بالله وتعرف ريت عندي شلل في العصب ما نحبش نحكي لها ونقول لها عندي عندي باش ما تحقرنيش تحقق والله يا جماعه حقار اسمعني والله يا سي جعفر اقسم بالله لطف عليك خويا والله يا ربي نجيب والله صادق صادق اي ايامات تعدت عليه في البرد عندي هي السيق هذه واليد نمشي نكرها لطف عليك اقسم بالله عباره مجلوط لطف عليك لطف عليك والله لطف والله. عليك ان شاء الله ما عندك سوء يا سي جعفر في حياتها انا فرحتها تجيني فلوس نشري لها خرجتها هي ريتو الكابيش شنو فرحت اسمح ليك خرجتها هي وليداتي عندي مليون اسمعني عندي مليون كسرته عليها وعلى وليداتي قسما مسامح كي جيت راجع بعد ست اشهر اسمعني خلصت هي خلصت هي جيت خذيت شويه كبده وقضيت فهمتني وروحت من المرمى قعدت نستنى تصور هي تسيب لاربعة ونص الأربعة ونص جت الثمانية متاع الليل كلمتها من عند مول الدار استنى سامع لا 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 سامع خلف روف لا لا تبطل لا ما نحبش نحكي فيه الموضوع هذا خلصت قلت لك خلصت تشدد في الخلاص يرحم والديك خفاهم لا ما نحبش نسمع الموضوع نستنى فيها قولي علاش نستنى فيها للثمانية نستنى هي في بالي بها باش تخلص تمنيت تعرف شنو هي
كيما انا فرحتها تمنيتها نهار في عمرها تشري لي سروال ولا مريول عمرها به 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 منيت تودني به باش نزيد نحبها به به شيء به خويا رؤوف انا تو باش نشوف شكون لا لا انتهت الحلقه اقف خويا رؤوف اقف مدام اقف مدام خويا رؤوف احنا تويك باش توك تفضل باش واقف تفضل باش نحاولوا نشوفوا في العواشر هذه ثماش شكون يعمر لنا النصبه تا خضرة في نابل الرؤوف نعملوا له رسمه رؤوف حتى كروسه سي جعفر اي كروسه تنظم امورنا نتبع الاسواق فهمتني أي ما أي انا مشكلتي رؤوف شنو رؤوف ما تخليتش تتكلم يرحم والديك تفضل خويا تفضل سمحت تفضل ثماش شكون الناس الخير ابواب رمضان هذوما عائله باش ينجم ينفق على عائلته عنده الرخصه نتاع الخضره نشوفوا له كيفاش نجموا نعملوا له مورد رزق باش يتوكل على ربي بشرط احنا باش نتبعوا انه ينفق على اولاده بالطبيعه انت تكفلت انك باش تكري لها مده شهرين هذوما الديماراج وكذا ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يجيب في الصواب وراهو في رمضان هذايا ربي كريم ورحمته واسعه ما تعرفش عليها انوي الخير وتوكل على الله وانت زاد انوي الخير وتوكل على الله اختي سامحني على كل حاجه بربي سي جعفر تقولها كلمتين بري سامحني على كل كلمه عيبتك بها مسامحك انا قدام ربي على كل كلمه عيبتيني بها ما نسامحكش اليوم الدين افهمني اخزر اخزر عليه اسمعني اخزر لي ذلني على غادي هاو طب السماح طب السماح افهمني افهمني طب السماح ولا انا غالط ريت يا مومو دودو في بلادي ذلني ذلني يا كوثر في التلفزه طب السماح اخزر سامح اسمعني انا ما نسامحكش سامحني انت يا سيدي افهم قدام ربي راهو قدام ربي راهو يبعد على ولده ما تشوفوش عامين غلط هاو غلط اسمعني خلينا نتكلم انا ها غلط ها اي سيدي غلط اسمعني انا اخوك ولا ولدي بايس لي في السبيطار ولدي بايس لي شكون اللي ينفق شكون اللي سيدنا من وين لحظه نحكي لك توا خويا بربي تسامحني لحظه تسامحني لحظه ركده بجنبه تسامحني لحظه صليش على النبي صلى الله عليه وسلم الراجل طلب السماح في التلفزيون ما تحبوش القدع انت ما تحبوا كان احا اش بيك يا رؤوف خويا انت كنت لاباس يا رؤوف ماشي يا صيامة شنو هي؟ اي حبوا اسمعني حبوا كمتاه براتسي براتسو يا ودي اسكت الراجل ودمه يا رؤوف به اللي يقطع يا ودي شكون اللي يقطع تسكت يا رؤوف انا قعدت اختي اختي ايش افسر لك حاجه اقعد اقعد تصليش على النبي صلى الله عليه وسلم بيه. خويا تسكت لحظه سي عبد الرؤوف به اختي تو هذا اليوم راهو اللي يحكي فيه في التلفزه خويا عبد الرؤوف تسكت خويا عبد الرؤوف برص امك مش في بالي ماكش تسمع فيا برا يا عبد الرؤوف شبيه يحكي برحمة اللي عز عليك لحظة عبد الرؤوف مريك اختي تو هذا مش الحومة عرضك وقال لك سامحيني تسمعني غلط قال لك انا عملتهم الكل به هذا في التلفزه قالوا الناس كلها تتفرج شاهد العباد شاهده شاهد انت عينك ميزانك قال لك انا نعتذر وسامحيني تجي انت في التلفزه زاد وخيتي انا تو نعمل فيك كيما نجح اختي ولا بنتي فاطمه وتقولي له لا سماح لا شيء ما نسامحش ما يجيش خاطر ذني وهاني نرجع بالتوالي اختي اش بيك ترجعي بالتوالي ياسر انت تسمعيني نحكي لك كيما اختي المخلوق هذا ما تعرفوش اختي انا نحكي مع شيء عايشه تو انا مانيش مسؤول على الماضي ومش مسؤول على المستقبل مانيش ربي انا وخيك انا باش ننصحك تحبي تاخذي بنصيحه مرحبا بيك تحبي ما تاخذيش قولي جعفر ربي معاك نسامحوه تو مش نسامحوك سك بياض سامحوه تو ونبنيو علاقة جديدة تو مش ترجعوا لبعضكم مش ترجعوا لبعضكم بسم الله أخويا سامحني ولا سامحها ولا اسمع ونعطيو لبعضنا فرصة هو وقال لك يحب يخدم على أولاده غلط نعملوا له يقول لك هيك أخويا ايش بك ترجعي لي يقول لك قلت لك في التلفزة قدامي أنا تو هذا هذا قدامي انا هذا مسؤول عليه انا تو قدامي والناس يتفرجوا ما نحكيش يقول وما يقولش وانت سد تقولي وما تقوليش وانا نقول وما نقولش وما نثقش فيك انت وما تثقيش فيا وتسكرت الدنيا وكاو نمشي قلت نموتوا نعطيو فرصه لبعض نسموا بعض ها قال لك خويا نحب نخدم على روحي يعمل نصب ويصرف على اولاده انا ما لقيت حيل خويا جعفر ولدي مريض فقر الدم الاخر عنده حول في عيني انا كلم فيه نطلب فيه يقول لي بري امشي من يدك للطول قلت لك تو انا نحكي لك تو اجا نبنيو صفحه جديده شنو المطلوب انه يخدم ويصرف على اولاده ولا ما ترجعوش لبعضكم انا قلت لك ترجعوا لبعضكم اي يصرف على اولاده ماني طالبه منه حتى شيء اكاو اتفقنا
تتقابلوا ولا ما تتقابلوش؟ ما تتقابلوش. بالعكس انا حبيت نقابلك، صحيح كل واحد مشى على روحه، انا حبيتك اختي قبل ما تكوني مرتي. اسمع، وفين مكتوب ما بيناتنا؟ انا نقول لك ما يسالش الله لا ترجعوا، اما اخزري للعشره ريتي قلبك تطلع خاير. ايوا انا هي عشره، انت معاك عشرة. شنو هي عشرة؟ ماضي باش نرجعوا يا مدام، باش نرجعوا باهي خويا. فهمت باهي خويا. خويا انا بالنسبة لي، انا بالنسبة لي بربي باش نقول كلمتين والله ما نطول برشا دي مينوت سيتو. اسمعني يا اختي، انا راكي اختي من اليوم الغدوة والله يرحم ميمتك، وراهي راني بحول الله السميع العليم، كان عطا ربي ما نخليك، كان ما عطاش ربي، هو رحمن رحيم ورحمة واسعة، ربي بإذن الله باللي بنسيب اللي كتب مني، راني حطي روحك في بلاصتي، راني من بلاصه نتسقل من بلاصه لبلاصه باش نلم فرنك على روحي. احنا كانت تساعد نتوكلنا الا على الله. هذا كل حكينا فيه يرحم والديك، احنا توا باش نسعاو نعمروك نصبه تخدم على اولادك. الله يبارك من هذا ما نزيدك شيء. هذا باش نعطيك كلمتين سي جعفر ان شاء الله كل اخ و هذا نتاع كتبتهم ومعناها مضام من قلبي، وربي يبارك فيك وسامحني على سمح. فما ناس تروف اللي يعطوها الكفوف، وفما ناس تفتن وتاكل في الحم الجوف، وفما عباد تقف معاك رغم قسوة الظروف، ساعات ياكلك الخوف وساعات تتهز على الكفوف، الوقت صعيب والوجيعة في القلب ما يداويها طبيب، من غدر إنسان كان حبيب وصاحب ولا أخطر من الذيب، صاحب ولا أخطر من الذيب، كذب ونفاق في عالم غريب، مخيبه كيف تنحي من فمك وتعطيها وتعري روحك وتغطيها. اش نجم؟ ها هاي شي شي هاي هاي. صليوا على النبي. صليوا على النبي. طيبه تشرف لي يا خويا الغالي اني قابلتك. يرحم والديك. صح استنى استنى ربي يبارك فيك. تمش إمكانية تقعدوا تحكيوا؟ عايش أختي الله يخليك. تقعدوا تحكيوا؟ لا. لا؟ إيه خويا عبد الرؤوف. خويا الغالي. إن شاء الله ربي يبارك لك. ربي يبارك فيك أنت يا خويا الغالي. إن شاء الله ربي يجيبك قسم. ربي يسلمك. عايش. أسمعني. ربي يحفظك ربي. أسمعني. لا لا ما تقلبش. لا 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 أختي. باليومنا هذا راكي اختي قدام ربي وعباده وخزر لي، راني من انا اللي ما نرجع لك شو ما اسمعني حاجه اخرى، حاجه اخرى روف. بربي اخر كلمه، بربي قلت لك برحمه امك الله يرحم ميمتك ساعه على فكره. اسمعني راو الراجل مهما يطيع ومهما يطيح وتعطيه الدنيا مقصدي ما يبقى راجل، وفي الامان وتشاو باي باي. خويا السلام عليكم. ان شاء الله ان شاء الله ربي سمعنا الخير الحقيقه. حد ما ينجم يكون في بلاصه حد، حد ما ينجم يكون في بلاصه حد، لا حد ينجم يكون في بلاصه عبد الرؤوف ولا حد ينجم يكون في بلاصه المراه هذه. كل حد يعرف شنو عاش وشنية الشلطه اللي قعدت له شارج، اسكو ينجم يكمل ولا ينجم يكملش. هذه اليوم اختنا ما تنجمش تكمل اللي عاشته، خاطر ثم شكون عنده طاقه تحمل حياته مثلا 8 سنين ينجم يزيد يتحمل عامين، يقول لك عندي شارج ما تنجمش. احنا اول حاجه لازمنا نمنعوا الوليدات ان شاء الله ربي يسهل، ونداء زاد لك انت فهمني ولا لا، لو كان ثم شكون في رمضان هذا ينجم يتقبب العائله هذه ويكري لهم فهمني ولا لا، وان شاء الله ربي يفرج. نداء اي انسان يتفرج فيه، المراه هذه مستحقه اختنا ها في رمضان هذه ها عندها زوج وليدات زاد فهمني ولا لا، وتخدم وشهريتها مقصوصه وكاريه وكلاها مش كراها مش خالص، واسفوار عندها حق شقا فتره ولا ما عندهاش وكذا، راك مزيه راك اختنا فهمني ولا لا، وان شاء الله ربي يسمع الخير. باهي مرحبا بك. بربي نحب نقول كلمتين حسب رأيي الشخصي. واحد إذا حب وحدة
ولا وحده اذا حبت واحد وتفارقوا وتفارقوا ولا عيت لها اختي اراه مازال غارق في حبها للشوشه. مستحيل نحكي على روحي انسان حبيته نحكي مراه حبيتها وتفارقنا وتعرضني بعد سنين عيط لها اختي اختي فيش ما توليش اختي لين نموت. ما هيش اختي حتى كانت تعرضني عمرها 90 سنه حبيتها. ما هيش اختي حبته مستحيل يولي خوها. هيا عايش خويا بسلامه وان شاء الله ربي يهنيك عايش خويا. وهي من داخل فهمتوني هيا عايش خويتي ربي جري على سلاحك.